بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتم مستغربين من المنظر ده، اول مرة تشوفوا معانا قطط بالشكل ده. يا جماعة ما تستغربوش، اللي بيفهم في القطط كويس وفاهم، دي حماية العيد للقطط. احنا النهاردة قلنا نطلع القطط بتاعتنا، اكتشفنا ان في بعض البراغيث موجودة فيها، فاحنا قلنا لا، نرشها رشة كويسة ونديلها سبراي حلو للحشرات ونحميها حماية العيد كويس، ونطلعها بعد ما نخلص الحماية دي بالشامبو بتاعنا وكمان بسبراي الحشرات بتاعنا وكمان ننشفهم بالاستشوار. انا هفرجكم شكلهم بعد الاستشوار قد ايه، هوريكم المفاجآت اللي جات لنا النهاردة الصبح من القطط الجميلة اللي جات زودت رصيد قطتنا اللي في المحل. دي القطط الموجودة معانا قبل عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. عندنا القطة دي بني، عندنا القطة دي بيج، عندنا القطة دي مشمشي، عندنا القطة دي مشمشي، عندنا القطة دي بيج، عندنا القطة دي بيضة وعينيها زرقاء. هوريكم القطط دي واحدة واحدة فيهم بعد ما نخلص بالاستشوار، القطط دي هتبقى شكلها ايه. كل سنة وانتم طيبين. لازم ننظف قططنا يا جماعة، ناخد بالنا ان المرحلة الانتقالية ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف بتكون مليئة بالحشرات، مليئة بالبراغيث. لازم ننظف قططنا. كمان ناخد بالنا ان احنا لما نحمي القطط بلاش نطلعهم في مكان فيه هواء جامد ياخدوا برد. القطط بتكون عاملة زي البيبي الصغير، احنا لازم ننشفهم بالاستشوار اول باول علشان خاطر يستردوا على طول الجفاف بتاع شعرهم والجفاف بتاع جسمهم. ناخد بالنا كويس الاستشوار يكون هوا دافي، مش هوا سخن قوي ولا هوا بارد، يكون دافي. وننتقل بالاستشوار على طول بالايد مباشرة يمين وشمال عشان ما نحسسش القطة بالسخونية الشديدة او بسخونية او بدفى زيادة عن اللزوم في منطقة معينة ونسيب منطقة تانية. انا هوقف الفيديو دلوقتي وهشتغل بالاستشوار، هوريكم ازاي بشتغل بالاستشوار، وبعدين هوريكم بقى القطط كلها بعد ما اخلص. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، ده الاستشوار بيكون فيه درجات حراره زي ما انتم شايفين، ده هنا سخن والهواء نخليه متوسط عشان يطلع الهواء دافي نص نص. لو كده هيبقى اجمل بكتير، القطه مش هتستحمله. سامعين هنا في ايه؟ هنجيب مثلا قطه زي دي كده اهوت، وبنحاول ان احنا زي ما قلت لكم شايفين حرف ايدي مع الاستشوار، لازم ان انا احرك ايديا اول باول. شايفين بقى هنا الشعر وكثافه الشعر مع الاستشوار، ببتدي اشتغل في جميع انحاء جسم القطه. طبعا البراغيث اللي ماتت كلها بعد ما انا حطيت السائل اللي بيقتل البراغيث، وكمان حطيت شامبو ليهم يخلي ريحه القطط حلوه وجميله. تمام، نيجي بقى الاستشوار ده يطير اي حاجه ميته، كل الحشرات الميته اللي موجوده في القطه تروح. شايفين يا جماعه، انا طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو برضه هعمل ستوب مؤقتا للفيديو وهوريكم الصور بقى او الفيديو بقيه الفيديو بعد ما خلصنا استشوار القطط. شايفين يا جماعه القط بقى عامل ازاي؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليه، يعني اهو شعر كثافة. بس الشعر عامل ازاي؟ شفتوا فاكرين شكله كان عامل ازاي بعد الاستحمام؟ دلوقتي بقى عامل ازاي بعد الاستشوار؟ رجع تاني كانه ما استحماش خالص، بس بدون بقى حشرات زي الفل، ريحه حلوه. تمام، وده اهم حاجه لازم نعملها دايما بعد الاستحمام. طبعا انا هوريكم كمان شويه بقيه القطط دول واحنا عاملين لهم بالاستشوار، تمام، عشان يبقوا زي القط الحلو ده. برضه هنعمل ستوب للفيديو، تمام، وهنكمل.
بصوا يا جماعة، بصوا بقى القطة البيضة، مفيش مشكلة، تعالي اتفضلي. شايفين يا جماعة القطة البيضة بقت عاملة ازاي بعد الاستشوار؟ شفت شكلها قبل الاستشوار كانت عاملة ازاي ودلوقتي عاملة ازاي؟ دي بيضة وعينيها زرقاء، دي ب 500، دي ب 500. طبعا احنا هنكمل الاستشوار خفيف عشان الديل والرجلين لسه ناقصين، تمام، وهندخل بقى على اللي بعدهم المشمش. شايفين يا جماعة بقت عاملة ازاي؟ نيجي بقى للقطة اللي بعدها، هنمسك دي، هنشتغل على دي، تمام. شوفوا بقى شكلها دلوقتي وشكلها بعد. شايفين اللون بقى بان قوي ازاي، درجة الجراي في بني في بيج الخفيف ده، الشعر الطويل الكثيف اللي عامل زي البطانية ده، شايفين الشعر، شايفين الشعر وجماله. هنيجي بقى للقط اللي بعديه، القط المشمش. يلا من الصبح شايفين بقى يا جماعة القطط بعد ما خلصنا الشاور والاستحمام بقت ايه؟ شايفين البيج، شايفين المشمشي، شايفين الابيض وعين زرقاء، شايفين الجراي في بني كمان، وهوريكم ولاد ولا بنات، نسينا نشوفهم برضه. ده ولد، بسم الله ما شاء الله، شعرة كثيفة وجميلة،
طبعا مش عايز نقول لكم احنا تعبنا قد ايه والله في الاستحمام في القضاء على الحشرات فيهم، تعبنا جدا. لواحد قلنا ولد، شايفين هنا دي بنت، شعر جزيف، شايفين شغل دباديب، شايفين الابيض وعين زرقاء، شايفين، وده ولد. ودي بنوتة، شعر كثيف طويل طبعا بعد الحماية دي والشاور ده والاستشوار ده. وهنا شايفين درجة اللون أصلا عاملة ازاي يا جماعة، حتى إن حد يعرف يوصل لدرجة يجيب درجة اللون دي. شايفين يا جماعة دي بنوتة، بنوتة شايفين يا جماعة الشكل. ودي آخر حتة معانا مشمشي، ودي بنوتة. يبقى معانا بنت مشمشي ومعانا ولد مشمشي بيحب يستخبى كل شوية، ده ولد. ومعانا بنت جراي في بني، ومعانا بنتين بيج في أبيض، بيج مشمشي في أبيض، ومعانا ولد أبيض تحفة. القطط دي موجودة عندنا في محل كوكتيل بدمنهور. للتواصل 011 40 80 70 60. كل الألوان موجودة عندنا، قطط العيد موجودة عندنا. العنوان بتاعنا جمهورية مصر العربية، مدينة دمنهور، محافظة البحيرة، شارع عبد السلام الشاذلي، بجوار الكوبري العلوي. رقم التليفون بتاعنا 011 40 80 70 60. القناة بتاعتنا كوكتيل دمنهور، العنوان شارع عبد السلام الشاذلي بجوار الكوبري العلوي. اسم المحل بتاعنا كوكتيل لعصافير الزينة ولطيور الزينة وأسماك الزينة والحيوانات الأليفة. كل سنة وانتم طيبين.